أنا خديجة، سأقابل صديقاتي اليوم وسآخذكم معي. الفطور جاهز. أنهينا الطعام. بعد الفطور خرجنا لنلعب في الحديقة. سارة متحمسة للعب، ولكن كان المكان مغلقاً، لذلك سندخل إلى المطعم، فالجو حار قليلاً في الخارج. ماذا؟ إلى أين تذهبون؟ ستحضر حليباً للطفلة. اتركيها، كنت أصور عملياتها التخريبية. ضعيها هنا يا سارة. تريد أن تضعها هي. عمل جيد سارة. أتناقش مع صديقاتي موضوعاً أعتقد أنه ليس هاماً كثيراً. حتى أقتني سمن بلدي جيد، أعرف أنني يجب أن أدفع الكثير من المال. لا، ليس صحيحاً. هناك أماكن متخصصة لشراء السمن البلدي بأسعار معقولة، وهي موجودة يعني في كل بيت مصري تقريبا. مصري ليس بظاهر أمام فوائدها الصحية. سوف أجرب هذا إن شاء الله، لكن يجب أن أحصل على عرض خاص من الأماكن التي تشترون منها. سأوفر لك رقم، وأنا أيضا رقم للتواصل مع سأحضر لك كيلو من الزبد. من الزبد كهدية. كهدية حسنا. نعم، سأقبل هديتك أو كنوع من التجربة. سارة، لا أرجو، أعتذر عن هذا الكلام، ولكن ابنتي هي تسبب مشاكل رهيبة، فإنها تمسك بالسكين وهذا أمر خطير. سارة كتشي. شكرا شكرا. تحدث هناك بعض الفضائح في المطعم. ما شاء الله، إنها جريئة أكثر مما توقعت. If you like this video, please subscribe, click on the notification bell, and share the video for others to benefit.